لطيف أحرار ممثلة ومخرجة، تعتبر من أيقونات المسرح المغربي ومن أهم الممثلات اللواتي بصمن شخصيتهن بالساحة الفنية المغربية والعربية. رأت النور لطيف أحرار بمدينة مكناس، وهي من جذور أمازيغية. عاشت وترعرعت بعدة مدن كوجدة وقرسيف وطنطان وفاس، الشيء الذي أبعدها عن محيطها الأصلي مرغمة، وهو الأمر الذي أثر فيها وجعلها تطمح لأن تصبح من المشاهير. هي فنانة بالفطرة تتميز بخفة دمها وعفويتها وأحلامها اللامنتهية. تكونت في التمثيل بالمعهد العالي للفنون الدرامية والتنشيط الثقافي بالرباط، مما ساعدها على أن تتجه للإخراج السينمائي، حيث حصلت على دبلوم الماستر في الإخراج ليعبد لها الطريق لولادة أولى أعمالها كمخرجة للفيلم الوثائقي بأعمال كالسفر الأخير والفيلم الأمازيغي المتميز ثربت نوادو. تتميز لطيف أحرار كفنانة متألقة بشخصية تتقن اللغات الحية، مما ساعد على المشاركة في عدة أعمال دولية، كما تتميز بالجرأة في اختيار أدوارها خصوصا بالمسرح، حيث شاهدها الجمهور المغربي والعربي في مسرحية كفرناعوم، حيث تجردت من ملابسها الخارجية مما أثار حفيظة العديد من النقاد. وهي تعتبر محبوبة الجماهير المغربية والعربية، فهي صاحبة الابتسامة الدائمة والشخصية القوية. اكتشفها الجمهور المغربي أول مرة في مسلسل بنت الفشوش وهي لا زالت مراهقة، حيث تفردت حينها بتقمص شخصية المراهقة المدللة بامتياز. حصلت لطيفة أحرار على عدة جوائز عربية ومغربية، ولها عدة أعمال سينمائية وتلفزية، نذكر منها أبواب الجنة، نسيب الحاج عزوز، جوهرة بنت الحبس، الرجل الذي باع العالم، قنديشة، والعديد من الأعمال الأخرى. كما تميزت لطيف أحرار في أدوار مسرحية ككفرناعوم، شرف الحرب، الفيل والسراويل، عتق الروح، جرادة ملحة إلى آخره. بطلتنا الأستاذة في التعبير الجسدي هي كذلك فنانة مثقلة بالاهتمام بالقضايا الإنسانية للمرأة والطفل والعالم القروي والهوية الأمازيغية. لا تسعنا أسطر لنتحدث عن لطيفة أحرار ولا دقائق لنسجلها عن لطيفة أحرار، فهي خلدت ولا زالت تخلد صفحات متميزة ومتعلقة في ذاكرة المشاهد المغربي. السلام عليكم، معكم مهدي بوخريس، خريج المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي، شعبة ديال التشخيص. بالنسبة للأستاذة لطيفة أحرار، هو اسم على مسمى. لطيفة الله يعمرها دار وإنسانة رائعة. تعرفت عليها أنا أول مرة، أو تعرف عليها المغرب كله أول مرة في واحد البرنامج أو واحد السلسلة اللي ما عقلتش على سميتها بالضبط، ولكن كانت لعبة الدور ديال بنت الفشوش. المغرب كله عرفها في هذاك الوقت وتعرفت عليها. تعرفت عليها عاوتاني في واحد الورشه اللي كنا خدمنا ديال المسرح في 2007 2006 في ثانويه الحسن الثاني. كنعتقد انها ما كتعقلش عليا في هذه القضيه هذيك. ومن بعد كنت معها في سلسله ديال المداوله اللي كيعرفوها المغاربه كاملين، اللي كانت لعبه الدور ديال القضيه. وانت كتعرف ملي كتدخل السلسله، ملي كتدخل المحكمه ديال سلسله المداوله، الممثلين اول حاجه كنحب نوجه لهم التحيه من هنايا كاملين. ملي كتدخل البلاطو ديال التصوير في محكمه، والله القسم يحس راسك بانك في محكمه حقيقيه، وداك الشيء ما كيتعاودش يتصور، كيتصور مره واحده. فالحمد لله هي من الناس اللي كانوا متساعدين معايا، والطاقم كله اللي كانوا كيتساعدوا، ماشي معايا، مع كل شيء كيتساعدوا معانا. كنوجه لهم تحيه من هنا كاملين، وكنوجه تحيه الخاصه للاستاذه لطيفة أحرار، وشكرا وبون كوراج، ونتلقى إن شاء الله في القريب. الصراحة إذا بغيت ندوي على أستاذة لطيفة أحرار، هو أنها كتبقى
رمز من رموز التمثيل في الوطن ديالنا، وهي معروف عليها تفاني ومعروف عليها ان بروفيسيوناليزم في واحد النيفو عالي بزاف. واكيد اكيد انها كتبغي بزاف هذا الميدان ديال التمثيل والتشخيص، واستاذه بكل معنى الكلمه، وانها ما كتبخلش على لي جون طالون، ما كتبخلش على لي كوليك، وكتبغي تكون في احسن مستوى في التمثيل ديالها. واخا انا ما حصلش ليا الشرف انني صورت معها بزاف ديال الاعمال، كلكو سين الصراحه، مي كتبقى انسانه من بين الناس اللي حقوا بزاف د الحوايج زوينين في التمثيل على المستوى الوطني والمستوى الدولي كذلك. لطيفة أحرار كنبغيوك بزاف. اش غادي نقول على لطيفة أحرار؟ اللي قلت على لطيفة أحرار ما غاديش نوفيها حقها. الإنسانة هذه هي إنسانة طيبة من الجانب الإنساني، فهي تتمتع بواحد الإنسانية قوية، صديقة اللي توقف عليها في أي حاجة كتلقاها انها واقفة معك. لطيفة احرار ما تتبخلش عليك بالنصيحة. لطيفة احرار انسانة تتقول الحق بلا ما تخجل منه وبلا ما تخاف منه. لطيفة احرار واحد الانسانة محبوبة عند الجميع. فاتلي اشتغلت معها في اعمال سينمائية، كنحترمها وكنقدرها لأنها إنسانة محترفة جدا جدا جدا. لطيفة أحرار فوق الخشبة إنسانة قوية جدا جدا، جريئة. لطيفة أحرار إنسانة محترفة بمعنى الكلمة، أستاذة في المستوى، كل شيء التلاميذ ديالها كيحبوها وكيبغيوها لأنها ما كتبخلش عليهم بكل شيء اللي يقدر يخليهم أناس بدراية في الميدان المسرحي. من هنا كنقول لطيفة أحرار كنبغيك وكنحبك، وانتي إنسانة محترفة وإنسانة فنانة وطيبة. فشكرا لطيفة أحرار، شكرا لكل ما عطيتيه في الميدان الفني. شكرا لك بزاف بزاف بزاف. أنا كنبغيك لطيفة أحرار.